الله وعلى ملة رسول الله. أبشر عندك حليمة. الله وعلى ملة رسول الله. تعال من حيث أنتم حيث. تعال يوسف تعال يوسف تعال يوسف. حيث هذا هذا اللي هذا الجيش. نقدر نقول لكم الأسرة الفنية والعالم العربي ماشي غير في المغرب، العالم العربي ضاعف فنان، فنان هرم، فنان كبير، فنان ما كيتعودش، فنان ما كيحنيش راسو، فنان ما كيطلبش، فنان ما كت شغل نقول لكم قمة في الثقافة، قمة في التواضع، قمة في الأدب، قمة في الحنان، قمة. يا ربي ترحم، يا ربي ترحم وتغفر له وتبت عند السؤال. آخر لقاء أجل عندي زارني وبقى التليفون بيننا يعني تقريبا نهار إيه نهار لا، كيعيط ليا ومن ليلة ما جاوبش وجوش كيقول لي راه كنتخلع عليك، ما كنعرفش كريز واش جاتك كريز ولا ما جاتك كريز، وانت بوحدك في الدار، واش ولدك كاين واش ولدك، بقيت تجاوبيني. كنقول له واخا الحاج واخا الحاج، كيقول لي وصافي ماما وما تبكيش يا ماما. الله يرحمه. يا ربي امين. انا لله وانا راجعون. اليوم امس فقدنا هرم من هرم الجزيرة المغربية. شاقول لك الله يرحمهم، الله يرحمه السي عبد اللطيف هلال. توفى لينا الباح السي عبد اللطيف هلال، دعنا في واحد الراجل، واحد الفنان. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش السي عبد اللطيف هلال كانسان من اطيب خلق الله، فم بلا عار، رجل طيب كيبغي الناس، تيبغي الخير الناس، الله يرحمه ويوسع عليه. واليوم كذلك كنتفاجئوا بالموت ديال الاستاذ ديالنا الكاملين السي المرحوم عبد القادر البداوي، فالله يرحمهم ويغفر لهم والله يرزق الاهل ديالهم الصبر. هذا الشيء اللي نقول لك. كان اخر لقاء لك معنا تقريبا واحد الشهر دابا، كنا تلاقينا في عده مرات، هو معايا في المكتب ديال الفرقه ديال فرقه الشهاب، عضو في المكتب ديال الفرقه، فكنتشافوا مره ولكن شنو نقول لك، الله يرحمه. هذا الشيء اللي كاين. كيف ما كنعرفوا استاذ سعد عاصرتي مجموعه من الفنانين، الحمد لله شوفوا الأوراق ديالهم كتنتظر. هذه سنة الحياة، سنة الحياة، كل واحد والأجل ديالو. أنا دابا معكم هنايا ما عرفتش واش غن كلها، وداكشي ديال الله تعالى، يعني الأعمار بيد الله كما تنقولوا. فاش كنقول شنقول لك، زعما الجيل الأول ديالنا بدا كيمشي بواحد، ولكن شنقول لك اللي مات الله يرحمه واللي باقي الله يعطيه صحيحته والله يشد بحاله. هادشي اللي كاين. شكرا. السلام عليكم سي البشير. وعليكم السلام. كلمة في حق السي عبد اللطيف هلال. هو صعب تكلم على الأستاذ عبد اللطيف هلال في هذا الظرف، لأن الساحة الفنية افتقدت يعني هرم وجبل شامخ من الأطلس المغربي. فنعم الفنان ونعم الرجل، الله يتقبله يعني الله يتقبله بالرحمة والمغفرة، والله يجعل القبر وإن شاء الله رود من رياض الجنة. اللهم ثبته عند السؤال. فالسي عبد اللطيف هلال مهما قلت لن أوفي حقه، لأنه كان فعلا أبا روحيا لي، وكان صديقا حميما، وكان مساندا قويا لي. فمنذ أن عرفته سنة 1997 حينما كنت ولده في مسرحية خالتي سوسو، وعلاقتي به كابن مع الأب دياله يعني صراحة قال احترام تام، وكان في ما كيبغي شي حاجة كيعيط عليا، وكنت دائما كنمشي لعنده ودائما كيسول عليا ودائما كيعيط عليا في الهاتف تقول لي ولدي بشير يطلع لعندي راني توحشتك. فكان إنسانا طيبا، كان إنسانا خلوقا، كان يعني اش نقول لك يعني ثقافة تمشي على الأرض، وكان موهبة كبيرة،
وكان يعني إنسانا مثقفا وإنسانا خدوما. ولا ننسى كذلك أن نطرح حمل اليوم على الأستاذ عبد القادر البدوي الفنان الكبير اللي افتقدته الساحة الفنية كذلك. فعزاؤنا واحد للأسرة الفنية المغربية، إنه الشرخ الكبير. كنتمنى على الله من المسؤولين يشوفوا شوية من حال الرواد، راهم بداو تيقلالوا، ويديروا يعني يشوفوا يديروا لهم واحد يعني واحد الالتفاته قبل ما يرحلوا، لان ما تكفينا يعني هاد الدموع الان ولا هاد التحصر الان، ونحن لم نعطي حق الرواد يعني الحق وهم احياء، حقهم يعني في الحياه، حقهم يعني في انسانيتهم، لان ما اعطوا شيء الكثير ولكن غبناهم. فالله يرحم الجميع وتحياتي.